السلام عليكم خوتي المغاربه، جيت معكم اليوم باش تعاونوني في هذه القضيه ديال الاخ ديالي اللي شرى واحد الارض، واحد سيده واحده اخرى كتدعي انها شراتها وتحكم ظلم ب10 سنين. 10 سنين كانت قاسيه في الحق ديالو اللي شتاتو وشتت الوليدات ديالو، وهو في قلب السجن دابا بفاس بوركايز، وكان مريض، وهو مريض بمرض السكر. كتعرفوا مرض السكر انه خطير. 10 سنين عطاوها له انه حكموا عليه انه زور تزوير اقاطع. خوتي دابا انا كنطالبكم وكنرغبكم حتى تبارطاجيو معايا هذا الفيديو. حنا كنطلبوا هي اعاده النظر في هذه القضيه للاخ ديالي. دابا ضرب، داير اضراب على الطعام مفتوح هذه 25 يوم، وهو قاطع الماكلة، وهو دا إضراب عن الطعام. ورسلنا عدة جهات ما تبيننا حتى شي حاجة. احنا اللي كنطالبوا هي إعادة النظر في هذه القضية، وكنناشد سيدنا نصره الله وإياده انه ملك الفقراء والضعفاء، انه الأخ ديالي راه محكوم ظلمه. عائلة شتت اخيي وليدات، ما كيفاش غادي تكون الحاله ديالهم؟ كلشي تشتت، ما كاينش اللي غادي يرعاهم، وصغارين محتاجين للدراسه والحنان ديال الاب ديالهم. تحرموا من هذا الشيء كله، عائله كلها تشتت وانهارت بحق هذا الحكم اللي قاسي. القاضي اللي حكم عليه ما متعوش حتى بابسط الحقوق ديالو، انه يعيد درنا استئنافي باش تعاد النظر في هذا الحكم. هو القاضي اللي حكم عليه هو اللي تبت عليه الحكم في استئناف. حالته اخي، حالته ما فيه، ما شنو تصوروا معايا انتم كيفاش غادي تكون الحاله ديال السيد مريض بالسكر وكيعاني في قلب السجن ومحكوم ظلم. صافي حالته منهاره، حالته ما فيها ما يتشاف. انا كنطالبكم تساعدوني لوجه الله، ساعدوني هذا الاخ ديالكم، وحنا مغاربه كاملين بلاد الحق والقانون، وكنطالب بحقوق الانسان. تساعدني، تساعدوا وتازروا تمشي تشوفوا. وكان حاط محكوم بسراح مؤقت، وحط في الصندوق 2 مليون بسراح مؤقت، حتى شاءت الاقدار انه كان ناعس في نوبه سكريه في ما صحة، حتى تفاجئنا بهذا الحكم الظالم في حقه. وهو كيطالبكم، خوكم كيطالبكم باش تعاونوه وتبرطاجيو بهذا الفيديو، لانه باغي يبان الحق، إعادة النظر في هذه القضية. وكيحمل جميع المسؤولية لهذا القضاء اللي حكموا عليه بهذا الظلم قاسي في حقه. خوتي انا كنطلبكم وكنرغبكم لوجه حبيبك محمد، لوجه حبيبكم محمد حتى تعاونوه، لانه قضيه ما قتل فيها، ما ناب فيها، ما والو، هي خطا بسيط. كيطالب بي انكم تعاودوا هكا، يطالب من وزير العدل انه يحقق، يعود التحقيق في هذه القضيه.